تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. أيد القرار 3/4 أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضواً هذه الخطوة، حيث صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل 8 دول أخرى، وأيدت 153 دولة القرار، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت. من جانبه قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، قال إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تجاهل هذه القوة الهائلة من رفض المجتمع الدولي للعدوان الإسرائيلي. A/ES10/L27 has been adopted.